الأستاذ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA، أولا نرحب بك في الإخبارية السعودية. حدثني عن استضافة رالي داكار، استضافة المملكة في هذه النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النسخة الرابعة. دائما لما تنظر إلى رياضة السيارات التفكير السابق أنه مستحيل يكون في هذه المنطقة، مستحيل أن يكون عندك بطولة عالم، مستحيل أن يكون عندك فورمولا 1، وأكثر المستحيلات أن يكون واحد من غير أوروبا رئيس الاتحاد، وخاصة هذا الاتحاد عمره 118 سنة. لما تصدق هذه الشعارات ما بتوصل لأي مكان. اليوم لما ننظر إلى رالي داكار في المملكة العربية السعودية، أنا أشوفها كظاهرة اتجاه المملكة على أساس أن استخدام الرياضة لإرسال الرسالة الصحيحة، هذا شيء جيد، وخاصة أن نحن الرياضة هي لبناء الجسور، جسور الصداقة، السلم، كل هذه الأشياء. لكن في نفس الوقت لما تنظر إلى تطاريز المملكة، يعني أنا قلت أكثر من مرة لما أنظر إلى الشمال، صدقني إذا أشوفه من 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 تغطية جوية كأني أنا في كوكب آخر، ما شاء الله من التطاريز. بعدين تنظر إلى جنوبها غير، تنظر إلى ربع الخالي قريبة من الإمارات وتطاريزها، تنظر إلى القسم الشرقي أو الغربي. فيعني التحديات موجودة، وليس بس على الفرق، ولكن على المنظمين، على الاتحاد الدولي للسيارات، على مصانع السيارات، على الصيانة، على الجميع، على الصحافة. وشيء كبير، يعني أنا أشوفه جهد جبار، وأنا أقول ظاهرة ومغامرة، لكن في نفس الوقت تحت مظلة الاتحاد الدولي والحوكمة والقوانين الدولية. فأقول مبروك، وهذا هذه المكانة، وخاصة الحين يعني إذا بننظر أنه كان مستقل، لكن الحين صار جزء من بطولة العالم للراليات الصحراوية الريد راليز، وفي نفس الوقت أنا أعتبرها بعد كبطولة في حد ذاتها يعني.